الأخ يقول أن طائفة من الناس يقولون تصحيح الأذهان ليس دقيقا مقارنة بعلماء المتقدمين، وهذا صحيح، سواء صحح الأحاديث أو ضعف الأحاديث، لأن يجري في أصول تصحيحه وتضعيفه على أصول المتأخرين، على أصول ابن الصلاح، على أصول حافظ العراقي، على أصول ابن حجر، ما يجري في أصوله على أصول يحيى بن سعيد القطان، على أصول ابن مهدي، على أصول الإمام أحمد، على أصول البخاري، أصول مسلم، أو على أصول الأوائل، ويجري على أصول المتأخرين لا على أصول المتقدمين. وإذا كانت الوسائل التي يبني عليها هي وسائل ضعيفة فعادة تكون النتائج هزيلة، وعادة تكون النتائج هزيلة، فبالتالي له أشياء كثيرة يصحح مخالفة لمنهج المتقدمين أو يضعف في مخالفة صريحة لمنهج المتقدمين، لأن الفروق بين المتقدمين والمتأخرين كثيرة، أذكر أهمها ليتضح المقصود والمراد. فمن ذلك التدليس، التدليس متى ما ثبت في الحديث فإنه علة، وهذا لا نزاع فيه، وإنما الأواخر يجعلون عن عنعنة الموصوف بالتدليس تدليسا، وهذا لم يقل به أحد من الأوائل، ولذان يجري على هذا الأصل في أصول المتأخرين لا أصول المتقدمين، فيقول في الحديث في عنعنة الحسن، في عنعنة قتادة، في عنعنة ابن إسحاق السبيعي، في عنعنة الأعمش، في عنعنة ابن جريج، في عنعنة ابن الزبير، ويعلل الحديث بالطريقة هذه، قد ضعف حديث مسلم على هذه الطريقة، وهذا منهج لم يكن عليه أحد من الأوائل، ولا يعرف عن أحد من الأئمة قط بأنه عل حديثا بعنعنة المدلس أو الموصوف بالتدليس، وإنما الأوائل يقولون دلس ولا يقولون عنعن، فإذا ثبت أنه دلس نعل الحديث لأن هذا انقطاع، وإذا عنعن ولم يدلس مجرد عنعنة هذه لا تؤثر، وهذا الذي عليه الأوائل، وهذا من الفروق العظيمة بين الأوائل والأواخر. الأمر الثاني زيادة الثقة، مذهب الفقهاء والمتكلمين أن زيادة الثقة مقبولة مطلقة، وقد جرى على هذا كثير من المتأخرين، فهذا ابن حجر يقول في النخبة وزيادة راويهما مقبولة ما لم تقع منافية لمن هو أوثق، وهذا ليس منهجا للأئمة، وقد قرر منهج المتقدمين في كتاب النكت على كتاب ابن الصلاح، وأبدع في ذاك الكتاب في تقرير أصول الأئمة في هذه المسألة، ترى بعض المتأخرين أو طائفة المتأخرين كما قول الفقهاء لأن زيادة الثقة مقبولة، وهذا كثير تصحيحات المتأخرين وقال زيادة الثقة فهي مقبولة، الأوائل لا يعطون الزيادة حكما مطلقا، الأوائل لا يعطون الزيادة حكما مطلقا، فتارة يقبلون الزيادة وتارة يردون الزيادة ولا يحكمون بحكم كلي. الأمر الثالث التحسين بالشواهد، الأوائل لا يتوسعون في ذلك، وعند الأواخر توسع شديد، حتى أن معظم تصحيحاتهم وتحسيناتهم لمجيء الحديث من طرق، وذلك بلغت الحديث عند الأواخر أكثر من 50,000 حديثة مصححة، هذا مبالغة في تصحيح الأحاديث، وكثير من ذلك منكر لا أصل له، وليست قضية حديث أو حديثين، وحين تبلغ الأحاديث من 5,000 أربعة حديث كلها منكرة،
الأوائل ما كان يحسنون بالشواهد إلا بقيود وضوابط معروفة كمنهجية عندهم. فمن ذلك أنهم لا يحسنون الحديث بالشواهد في الأصول ولا يقبلونه، ومن ذلك أنهم لا يحسنون الحديث بالشواهد إذا كان يعارض حديثا صحيحا، ومن ذلك أنهم لا يحسنون الحديث بالشواهد لكن في إسناده كذاب أو متر أو غلط أو نكارة. الأمر الرابع التفرد. كان الأوائل يولون مسألة التفرد عناية عظيمة، وقد لا يقبلون حديث المتفرد وإن كان ثقة، وعادة من منهجهم يردون حديث الصدوق في الأصول. وهذا لا يعنى به الأواخر، ولا يفرقون بين ما كان في الأصول وبين ما كان في غير الأصول. ونتيجة ضعف تطبيق هذا المنهج يصححون أحاديث كثيرة منكرة، لأن الحديث الصدوق أو حديث الثقة الذي هو غير مكثر ولا عرف بكثرة التفرد، يتفرد بأصل هذا محل نظر. فمن ذلك الحديث الذي رواه أحمد وأبو داود في سننه من طريق محمد بن إسحاق عن أبي عبيدة بن عبد الله بن زمعة عن أبي عن أم سلمة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن هذا يوم رخص لكم فيه، إذا رميتم جمرة العقبة أن تحلوا، فإذا غربت الشمس ولم تطوفوا بالبيت عدتم حرما كما بدأتم. وهذا خبر منكر لا يمكن يقبل تفرد ابن إسحاق فيه، ولو قبل تفرد ابن إسحاق لا يمكن قبل تفرد أبي عبيدة. وهذا أصل متبع عند الأوائل، أن في مثل هذه القضية لا يقبل تفرد الصدوق الذي لم يعرف بالضبط والإتقان وكثرة الأحاديث. وهذا مجرد مثال، ولا فالأمثلة كثيرة. الأواخر لا ينظرون إلى ظاهر الإسناد، وما قال عنه ابن حجر في التقريب ثقة أو صدوق، وفي النهاية يقول إسناده صحيح. وهذا هو الأمر الخامس، أن الأواخر يعنون بظواهر الأسانيد يصححون على هذا، أما الأوائل فلا، فهم ينظرون بالإسناد وينظرون في المتن، وحين ينظرون في الإسناد ينظرون إليه من عدة جوانب. الجانب الأول ثقة الرواة، الجانب الثاني السماعات، يدققون بالسماعات جدا. الأمر الثالث التفرد، يدققون في الإسناد والتفرد. الأمر الرابع المخالفة، ينظرون فيه بقوة. الأمر الخامس الاختلاف، ينظرون فيه بقوة، صار يحكم عليه بالاضطراب. قد كان الأوائل يولون هذا عناية كبيرة جدا، ما يغفلون شيئا من هذه الجوانب. الأمر السادس حديث المجهول. الأواخر يضعفون حديث مجهول العين، أو قبل ذلك اصطلحوا على تقسيم مجهول إلى قسمين: مجهول حال ومجهول عين. فيضعفون حديث مجهول العين، ومنهم من يضعف حديث مجهول العين ومنهم من يصححه. وأما الأوائل فلا، فيذكرون قيودا للرجل، متى يكون مجهولا متى لا يكون مجهولا. فإذا روى عن الراوي ثقة فأكثر ممن لا يعرف في الرواية عن الضعفاء ولا عن المجاهيل، كان هذا رافعا لجهالة من روى عنه. ويشترطون في ذاك يستقيم مرويه، ولا يتفرد بأصل، وأن لا يخالف الثقات،
وهذا لا يعنى به عند الأواخر. ومن العوائل من يقول إذا روى عن الراوي جمع من الثقات ارتفعت جهالته. ومع هذا يعملون قضية التفرد، قضية المخالفة. فهذه المخالفات أو بعض المخالفات بين الأوائل وبين الأواخر، هو بتطبيق هذه القواعد تستقيم الأصول، وإذا استقامت الأصول اضطردت الفروع، اضطردت الفروع وصارت النتائج سليمة. وبالخلال بتطبيق هذه القواعد تضطرب الأصول، إذا اضطربت الأصول وجد الاضطراب في الفروع والنتائج الهزيلة.